يعرف الشعب الياباني بتهذيبه من جهة، والالتزام بعاداته وتقاليده من جهة أخرى. قد لا يكون اليابانيون جافين عاطفيا أو مملين، ومع ذلك هم شعب عملي في قوله وفعله على حد سواء. لذلك قد يشعر بعض زائر اليابان بالفضول حول ما ينبغي به فعله أو الامتناع عن ذلك. في هذا الإطار، هناك 5 أسرار حول اليابان واليابانيين كالتالي: السر الأول، لا تطلب شيئا من مضيفك إلا إذا كنت بحاجة إليه فعلا. ذلك أن اليابانيين يجدون أنفسهم ملزمين بتنفيذ الطلب إذا كان غرضا أو مساعدة، حتى أنهم قد يضحون بما لديهم من أجل إعطاء غيرهم ما طلبوه، أو حتى يذهبون بأنفسهم إلى متجر لشراء غرض ما طلب منهم. ثانيا، عندما تحتاج إلى الآخرين فعلا، وهو ما ليس متوقعا منك في اليابان حيث يفترض بك عدم إزعاجهم، فقدم لهم في المقابل الشكر ومعه هدية بسيطة لكن قيمة وذات معنى ودلالة في الوقت عينه. ثالثا، أخفض صوتك. اليابانيون يتكلمون بهدوء شديد ولا يرفعون أصواتهم إلا عندما يكونون في سهرة صاخبة في الحانة مثلا. القاعدة العامة عدم التحدث بصوت مرتفع خلال اجتماعك بأحد، سواء كان يابانيا أو غير ذلك. كما لا تستخدم مثل هذا الصوت المرتفع عندما تغضب. الصوت المرتفع يحرج اليابانيين الذين لا يرغبون في لفت الانتباه أساسا. رابعا، لا تستحوذ على الحوار، ولا يدخل اليابانيون في نقاش إلا إذا امتلكوا الحجة الحقيقية والراسخة وكان النقاش على ارتباط حقيقي بهم. هم لا يحبون القيل والقال والنقاشات الغير المفيدة. يخطئ الأجانب عندما يجد اليابانيون الذين معهم لا يشاركون أو يعلقون على كل حديث لهم، لذلك يستمرون في الكلام والكلام. الصمت الياباني ميزة يجب أن تحترم، وهم ينتظرون ولا يتكلمون إلا عن عمق. ما على محادثي اليابانيين لكسر الصمت إلا أن يسألهم بعض الأسئلة المثيرة وينتظر إجاباتهم، لا أن يستحوذ على الحوار وحده. خامسا، تأنق الهندام. الهندام المناسب مطلوب بشدة في اليابان، ومن غير المقبول ارتداء حذاء رياضي وسروال جينز في المعظم مثلا، فهو دليل على عدم احترامك لمضيفك. الحذاء الرياضي والجينز هم للعازفين والفنانين فقط في بلاد الشمس المشرقة. شكرا على حسن المتابعة، المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.